شركة سوني حضرت شخص على البلاي ستيشن فقط لأنه مسلم. في شخص اسمه جهاد المفتى وعنده حساب على البلاي ستيشن ويلعب فيه من أكثر من 10 سنوات، وفي أحد الأيام فتح البلاي ستيشن عشان يلعب وتفاجأ إنه تم حظر حسابه، وكاتبين سبب الحظر إنه اسم حسابه إرهابي ويشجع على العنف. راح كلم سوني وقالهم أنا اسمي جهاد، ورسلهم صورة من هويته عشان يتأكد. بس الشركة ما اقتنعت وما شالت الحظر وقالوا له اسم حسابك إرهاب. راح هذا الشخص كلم مواقع أخبار ألعاب مشهورة وقالهم قصة، ومواقع الألعاب نزلوا مقالات يتهموا فيها سوني بالعنصرية. بعد هذه المقالات والضغط الكبير سوني شالت الحظر من حسابه، بس قالت له لازم تغير اسم حسابك، ما فينك تسميه جهاد.